السلام عليكم. في يناير 2016 أصدر فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن تقريرا خاصا عن الأشخاص المعرقلين لقرارات مجلس الأمن. وفي التقرير الذي أورد إسماعيل عبد الله صالح ونجله أحمد وأبو علي الحاكم كمعرقلين للقرارات الأممية، فصل الخبراء جزءا من حركة الأموال المنهوبة لعلي صالح ونجليه أحمد وخالد. وبناء على هذا القرار أوصت اللجنة أمس الأول مجلس الأمن إضافة اسم خالد علي عبد الله صالح إلى قائمة العقوبات الدولية بعد أن أثبتت تورطه في قضايا غسيل أموال لوالده. فما مدى تأثير هذه الخطوة على إمبراطورية المخلوع المالي التي ذكرت التقارير أنها تصل إلى 60 مليار دولار؟ وهل لها تأثير سياسي أو قانوني يمكن أن يوصلها للقضاء الدولي؟ وإلى أي مدى أيضا يمكن أن تؤثر مثل هذه الضغوطات لإجبار المخلوع على تنازلات يمكن أن تفضي إلى تسوية سياسية؟ على الصعيد العسكري، تمكن الجيش الوطني في الساحل الغربي من تحرير معسكر خالد الاستراتيجي الذي استماتت فيه قوات المخلوع صالح بشكل خاص، نظرا لما يمثله من أهمية عسكرية ورمزية كبيرة يعرفها صالح جيدا. إذن صدمة سياسية وعسكرية يتلقاها المخلوع صالح والحوثيون، فهل يمكن أن تغير من معادلة ميزان القوى على الأرض؟ أعزائنا المشاهدين، حول إضافة نجل المخلوع خالد إلى قائمة العقوبات الدولية ومدى تأثير هذه الإجراءات الدولية على فرض خيارات السلام والحرب ستكون حلقتنا لهذا المساء، فأهلا بكم ودعونا بداية نذهب لمتابعة هذا التقرير. في مياه الأزمة اليمنية ألقي حجران حركات المياه بعد شهور طويلة من الركود السياسي والعسكري الذي أصابها. الأول تمثل في تقرير رفعه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات إلى مجلس الأمن يوصي بإضافة خالد نجل المخلوع علي عبد الله صالح إلى قائمة العقوبات الدولية. فريق الخبراء كان قد أصدر في يناير 2016 تقريرا مفصلا عن عمليات غسيل الأموال التي قام بها خالد خلال الفترة الماضية ومحاولة نقل أصول والده المنهوبة إلى أماكن أكثر أمانا. يقول التقرير إن الفريق يملك أدلة على أن جميع الأسهم التي كان يملكها علي عبد الله صالح وأفراد أسرته في شركتي ألبولا ليميتد وويزن ليميتد قد نقلت في 23 من أكتوبر 2014 إلى خالد علي عبد الله صالح في محاولة للالتفاف على الجزاءات المحددة. ولاحظ الفريق أن نجل المخلوع تمكن باستخدام هذه الشركات من نقل أموال قدرها حوالي 734 ألف يورو وأكثر من 33 مليون دولار إلى حسابه في بنك الخليج في الإمارات العربية المتحدة. وقد وجه الفريق الأممي رسالة إلى دولة الإمارات يطلب منها المزيد من التفاصيل، ولكنها لم ترد على الفريق بعد. هذا التطور الذي يكثف الضغط على المخلوع وعائلته بطبيعة الحال يرى مراقبون أنه لا يصل إلى مستوى إجبارهم على الخضوع لتسوية سياسية. السفير الأمريكي الأسبق لدى اليمن ستيفن سيش زار الرياض مؤخرا والتقى فيها المسؤولين اليمنيين والسعوديين، وقال في دراسة حديثة قدمها للإدارة الأمريكية إن قرب نهاية الحرب في اليمن مستبعد وأنه ما من طريق صالح للسلام في اليمن. التطور الآخر في الأزمة اليمنية كان عسكريا، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على معسكر خالد في تعز بعد معارك استمرت طويلا حول هذا المعسكر الذي يعرف الجميع أهميته العسكرية والرمزية لدى المخلوع صالح والحوثيين. إذن حجران في مياه راكدة، أحدهما سياسي والآخر عسكري، فهل يمكن لهذه التطورات أن يكون لها صدى يساعد على حلحلة الأوضاع في اليمن والوصول إلى السلام المنشود؟ إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الباحث السياسي جمال المليكي من الدوحة، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ جمال. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ جمال. لو بدأنا بالحديث عن التفاصيل التي أوردها تقرير لجنة العقوبات الدولية والذي ربما كشف لأول مرة عن دور خالد ابن المخلوع، ما الذي يقدم هذا التقرير من إضافة برأيك بما يخص الأزمة اليمنية؟ باعتقادي أنه هذا التقرير بهذا التوقيت له دلالة
واضحة ربما في الوقت الذي اعتقد عليه عبد الله صالح بأنه سيستفيد من الأزمة في الإقليم. لو راقبنا تحركات علي عبد الله صالح منذ بدء الأزمة الخليجية، بدأ ببعض التحركات التي حاول أن يسوق بها نفسه أنه ربما يعود إلى مجددا وبشكل مختلف كحضور سياسي، وبالتالي جاءت هذه ربما هذه الصفعة في وقتها. ولو أن كثير من المراقبين وكثير من المختصين، على سبيل المثال عندما كنا في جنيف والتقينا بعضهم، كانوا يستغربوا من أنه حتى هذه اللحظة رغم التقارير التي تتحدث عن خالد علي عبد الله صالح لم تتم إضافته. خالد علي عبد الله صالح هو الذي ساهم في تهريب الأموال في الفترة ما بين 2013 إلى 2015. كانت هناك ملايين، يعني مئات الملايين من الدولارات تخرج من اليمن في اللحظة التي كانت فيها اليمن تعاني من أزمات متتابعة، وبالتالي كان وهذه التقارير كانت موثقة لدى بعض الجهات، ولكن تأخر حتى هذه اللحظة إضافة اسم خالد علي عبد الله صالح، وهذا ربما يضع علامة استفهام حول تحركات ربما هذه المنظمات أو حول البطء الذي تعمل به. نعم، إذا أستاذ جمال، يعني برأيك ما قيمة هذه التوصية في حال إقرارها أمميا في قائمة العقوبات؟ هي لمزيد من التصعيد ربما والحصار لعلي عبد الله صالح، وإن كان في نفس الوقت كذلك هناك، يعني لو راقبنا على سبيل المثال كيف تقبل الناس هذه الخطوة، هناك ما يشبه عدم الاهتمام أو حتى أحيانا يصل إلى السخرية بهذه التحركات ضد علي عبد الله صالح، لأن هناك تناقض واضح بين القرارات التي تنال من الحوثيين ومن علي عبد الله صالح، القرارات الأممية المتتابعة أو حتى قرارات لجنة العقوبات، وما بين التعامل من قبل مثلا على سبيل المثال مبعوث الأمم المتحدة ولد الشيخ وقبله جمال بن عمر مع جماعة الحوثي ومع علي عبد الله صالح. عندما لو عدنا بالذاكرة إلى الوراء إلى اتفاقية الكويت، إلى حوار الكويت عندما خرجوا باتفاقية وافقت عليه الشرعية، وعندما لم تعجب ولم ترق لعلي عبد الله صالح والحوثيين، قامت الأمم المتحدة وقامت حتى الإدارة الأمريكية حينها كيري وقاموا بمبادرة غازلوا بها أو دللوا بها جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح كيف لم يكونوا يحلموا بذلك. وبالتالي هنا تناقض ما مدى جدية وما مدى أثر هذه العقوبات أو حتى قرارات الأمم المتحدة في ظل هذا التعامل والدلال مع جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح. بمعنى آخر، ما لم تكن هذه هي مقدمات لعمل حقيقي يساهم في استعادة الشرعية واستعادة الدولة وفي إرغام علي عبد الله صالح وإرغام الحوثي على الخضوع للتفاوض الذي يعيد الاعتبار للدولة اليمنية، ما لم يكن لها أثر مباشر فيتظل قيمتها مشكوك بها. نعم، يعني أستاذ جمال برأيك، يعني ما هو مصير الأموال والشركات التي ذكرت في التقرير الآن؟ الملف اليمني، وهذه ربما حتى من التناقضات، الملف اليمني أو ملف الأموال المنهوبة اليمنية هي الوحيدة التي تمتلك نقطة قوة أن لديها لجنة عقوبات تعمل على هذا الملف، بينما على سبيل المثال التونسيين استعادوا ولو جزء يسير من هذه الأموال ربما مع أنهم لا يملكوا هذا البعد القانوني الدولي. وكذلك ربما هناك بعض أموال تحفظ عليها من أموال مبارك. وانا منذ لماذا برايك استاذ جمال، يعني لماذا، يعني هناك قانون وهناك لجنه مشكله ومع ذلك يعني لم يستطع اليمنيون استرداد ولو جزء يسير كما تفضلت؟ هناك عده اسباب. اولا ان الشرعيه لم تستطع ان لم تقم بعمل حقيقي في هذا الاتجاه. انا ساذكر موقف حصل معي، كنا في مؤتمر صحفي في جنيف وكان المتحدث هو مستشار لوزاره الخارجيه السويسريه يتحدث عن موضوع الاموال المنهوبه، وكان هدف المؤتمر هو تبرئه ان البنوك السويسريه ليس صحيح انها تحتفظ باموال الدكتاتوريات. عندما وجهت له سؤالا مباشرا وقلت له ماذا عن ملف اليمن؟ قال لي لم يتقدم الحكومه اليمنيه حتى هذه اللحظه ولم يقدم لنا احد وثيقه او مطالبه لدى البنوك السويسريه تطالبنا بتتبع علي عبد الله صالح، ونحن لا نستطيع ان نتتبع احد بدون طلب من الجهه الشرعيه. فكانت صدمه ومفاجاه انه للاسف الشديد رغم انه هناك بعض الملفات التي تستطيع الشرعيه ان تعمل عليها بما انها خارج اليمن، يعني لا يستطيع احد ان يقول بان الحكومه خارج اليمن لا تستطيع ان تتابع هذا الملف، بالعكس تواجدها خارج اليمن وتشكيل بدل ان نشكل 20 وكيل وزاره وعدد من وكلاء الوزارات لنشكل خليه
ولجنة عمل تعمل وراء وتستغل هذا الزخم الموجود يعني، ولجنة العقوبات وتتابع، لكن للأسف هذا غير موجود بتاتا، وكل من يدعي أو يزعم أنه يفعل ذلك عندما نقترب من أماكن يعني التي هي ذات علاقة بالموضوع نفاجأ أنه ليست هناك متابعة حقيقية. وأنا أتحدث من يعني ربما 6 أشهر تقريبا وأنا أقترب من هذا الملف شيئا فشيئا، وأتفاجأ أنه ليس هناك استثمار لهذه القرارات ولا حتى شكل من أشكال المتابعة من قبل الحكومة الشرعية. إذن يعني حول علاقة هذه التوصية بالأموال المنهوبة، يعني ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ همدان العلي الصحفي المتخصص بالشؤون المجتمعية من الرياض. مساء الخير أستاذ همدان. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ همدان. يعني لجنة العقوبات قدمت توصية بإدراج خالد نجل المخلوع لقائمة العقوبات يعني عقب التحقيق حول الأموال المنهوبة، وأوضحت بالأرقام أيضا وأن هناك مكالمة سرية تمت يعني توضح تورط خالد نجل المخلوع، كشفت أيضا عن أرصدة جديدة في عدة بنوك. برأيك يعني كيف يمكن الاستفادة من هذه الورقة؟ للأسف يعني لأكثر من مرة يعني قامت الأمم المتحدة ب يعني عرض يعني أو الحديث عن أموال منهوبة، ويعني حددت هذه أو جزء من هذه الأموال بالأرقام والتفاصيل وأماكنها والقائمين على يعني عليها، ومنهم خالد علي عبد الله صالح. لكن مع ذلك للأسف لم تقم أو لم تلتقطها الحكومة اليمنية ولم تقم بأي إجراء للمطالبة بهذه الأموال كخطوة ثانية. يعني ما تم هو تجميد بعض الأموال أو توضيح أماكن بعض الأموال ومقدار بعضها وبعض الممارسات المالية أو التعاملات المالية، ولكن يعني كان لابد أن تكون الخطوة الثانية أو التالية هي من قبل الحكومة اليمنية للمطالبة بهذه الأموال، ويعني بكل صراحة ما دامت قد ظهرت للناس. بالتالي نعم، وهذا ما طرحه أيضا الأستاذ جمال الذي فوجئ أيضا بأن فعلا لم يتم المطالبة بهذا الملف إطلاقا. لكن برأيك أستاذ همدان لماذا تتأخر الحكومة حتى اللحظة؟ يعني عاما من الحرب، خزانة شبه فارغة، يعني طرق أبواب يعني المانحين مرارا وتكرارا، وهناك أموال هي من حق الشعب لا يتم المطالبة بها، لماذا هذا التكاسل؟ لا أدري بالضبط ما هي الأسباب، لكني أعتقد أني سمعت أكثر من مرة من بعض الشخصيات الحكومية تتحدث عن صعوبة تحقيق أي إنجاز في هذا الملف، لأنه يعني طويل الأمد ويحتاج له إلى يعني جهود تبذل وإلى مال يقدم من أجل يعني تحقيق أي إنجاز في هذا الأمر وفترة زمنية طويلة. هذا الأمر صحيح، ولكن هذا لا يعني أن نقف أمام يعني هذه القضية دون العمل بشكل يعني حثيث على يعني المطالبة باسترداد هذه الأموال وتوظيفها في مقابل. يعني أنا يعني أؤكد لك أن عملية استرداد الأموال هي صعبة وتحتاج إلى فترة زمنية وجهود فنية وقانونية ودبلوماسية مكثفة. نعم، حتى يعني استعادتها أستاذ همدان. نعم، نعم، حتى استعادتها ما هو مصير هذه الأموال؟ يعني خاصة ومن خلال متابعة تقرير لجنة العقوبات هناك يعني دول بصراحة يعني الإمارات مثلا لم يعني تعطي أي معلومات حول هذه الأموال. طبعا من شروط استرداد الأموال أن يكون هناك أن تجيب الدولة صاحبة الأموال على سؤال أين سيكون مصير هذه الأموال أو ما هو مصيرها يعني. ولهذا كثير من الدول التي لديها أموال نهبت خلال الفترة الماضية أنشأت لجان متخصصة أو لجنة متخصصة لإدارة هذه الأموال المستردة، وبالتالي يشترط على أي دولة على أي دولة تطالب بأموال منهوبة أن تقوم بهذه الخطوة لطمأنت البيوتات أو الدول أو البنوك يعني طمأنتها يعني حول مصير هذه الأموال في حال تم استردادها. طبعا هذا الأمر ينطبق بدرجة أساسية على الدول التي
فيها يعني الدول الغربيه التي فيها اموال كسويسرا والمانيا وغير الدول. لكن بالنسبه للامارات تحديدا يعني انا شخصيا استغرب من صمت دوله مثل الامارات وهي شريكه في التحالف العربي وعدم التطرق لاموال يعني للاموال المنهوبه التي ذهبت خلال الفترات او السنوات الماضيه. وهذا يعني هذا ربما يمكن احد الاسباب التي يجعل الحكومه يعني لا تقدم بشكل يعني عملي وبشكل صريح على المطالبه بهذه الاموال، ربما لان هناك مثل دوله الامارات التي شريكه في شريك اساسي في التحالف العربي. الامر انا شخصيا اعتقد ان الحكومه يجب ان تقوم بهذا الدور. اذا كان هناك اشكاليه مثلا فيما يخص الاموال المنهوبه الموجوده في الامارات يعني ربما لن يتم الاصطدام بهذه الدوله في مثل هذه المرحله، يجب ان تقوم باجراءات اداريه يعني واجراءات دبلوماسيه واجراءات قانونيه واجراءات فنيه مختلفه يعني متعلقه بالحسابات الماليه كخطوه اوليه في اليمن او داخل اليمن في عدن، خطوه اوليه تسبق اي مخاطبات دوليه. لكن هذا الامر لم يحدث على الاطلاق، يعني لم اسمع يوما عن ممثل للحكومه يتحدث عن الاموال المنهوبه كما كانوا او كما كانت الحكومه تتحدث عن الاموال المنهوبه ما بعد 2011، وهذا امر مريب. نعم، اذا استاذ همدان يعني سؤال اخير برايك، ما هو دور الضغط الشعبي، دور المنظمات او منظمات المجتمع المدني، تشكيل لجان لمحاوله الضغط لفتح ملف الاموال المنهوبه ومحاوله استردادها اذا كانت الحكومه ربما عاجزه حاليا عن فتح هذا الملف؟ كانت هناك جهود مجتمعيه كبيره وواسعه يعني في اليمن قبل الانقلاب او سياحه العاصمه صنعاء، ولكنها توقفت تماما بعد يعني مطارده الناشطين في هذا الملف والعاملين فيه، باستثناء بعض الانشطه التي تمت في جنيف وبين الفتره واخرى كل 6 أشهر، ولكن ان يكون هناك نشاط مجتمعي واسع للاسف توقف بشكل كبير بسبب يعني شتات اغلب العاملين في هذا الملف يعني في دول مختلفة، وأيضا عدم قدرة كثير من العاملين في هذا الملف في الداخل على الحديث في هذا الملف لأنه حساس ويمكن يعني أن نعرضهم للخطر. لكن أنا أعتقد أن هذا لا يجب أن يستمر، أو هذا الصمت المجتمعي لا يجب أن يستمر. هناك منظمات تعمل وما زالت تصدر بيانات وما زالت ترصد وما زالت يجب أن تقوم بدورها في هذا الملف على الأقل، على الأقل حتى السياسيين على فكرة على الاقل يتم اصدار يعني قرار جمهوري. طبعا نحن لا نستطيع في هذه الظروف ان يتم اصدار قانون لاسترداد الاموال المنهوبه لان البرلمان يعني شبه معطل، وبالتالي بالامكان قانونيا ان يصدر رئيس الجمهوريه خطوه اوليه، يعني المراحل عادي طويله يعني، لكن نريد خطوه اوليه يعني تشعر المواطن ان هناك حرص على هذه الاموال، أن يقوم رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة معنية بمتابعة هذه الأموال ودراسة ما هي الآليات يعني الممكنة لاستعادة أو للمطالبة بهذه الأموال، لأن عملية الاستعادة كما قلت لأكثر من مرة عملية صعبة ومعقدة وتحتاج وقت طويل وتحتاج جهود فنية ودبلوماسية ويعني سياسية ومجتمعية أيضا. نعم، شكرا جزيلا لك همدان العلي الصحفي المتخصص بشؤون المجتمعية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال، لو تحدثنا عن نقطة يعني طرحها الأستاذ همدان وهي موضوع أن الحكومة اليمنية ربما لم تتجرأ بعد أو لم تريد بعد فتح ملف الأموال المنهوبة، يعني بسبب أن هناك علامة استفهام كبيرة بشأن الإمارات التي لم ترد بعد على أسئلة لجنة العقوبات فيما يخص الأموال المتواجدة لديها. وتستطيع الحكومة الشرعية أن تمارس دورها المطلوب منها مع الأمم المتحدة ومع المنظمات المعنية ومع لجنة العقوبات، وبالتالي ستجعل لجنة العقوبات والأمم المتحدة هي التي تتعامل مع الإمارات ولا تحتاج أن تتعامل هي مع الإمارات بشكل مباشر، ولكن ليس هناك أدنى جهد. كانت هناك جهود في البداية بعد 2011 وللأسف الشديد تم التحايل عليها حتى هذه اللحظة،
لا أعتقد أنه عذر الإمارات عذرا كافيا للشرعية أنها لا تعمل على هذا الملف. وملف كهذا يعني الإجراءات طويلة وتحتاج إلى سنوات، وعدم البدء بها من الآن سيجعل هذا الملف يماطل به أكثر. وعندما لا تجد المنظمات والمؤسسات أصحاب الشأن بأنهم يطالبوا بشكل جاد، لن يستمر هذا الحماس ولن تستمر هذه الملاحقة. لذلك هناك حتى إجراءات بطيئة. يعني اليوم إذا كنا نقول بالعقل والمنطق، هذا خالد علي عبد الله صالح الذي التهمة عليه، يعني ربما يتهمه أي أحد، فما بالكم بالمبالغ التي هي بأسماء أخرى. هناك على سبيل المثال وثائق بنما اطلعت على جزء منها تذكر أسماء أخرى كشاهر عبد الحق وأخوه وغيرها من الأسماء، قائمة أسماء أخرى يقال أن الأموال الأكثر هي ليست بأسماء أقارب علي عبد الله صالح ولا بأسماء علي عبد الله صالح، وإنما بأسماء أخرى. هذا عندما نطلع على ملف بهذا التشعب وبهذه الكارثية، أن هذه الأموال التي خرجت من اليمن في اللحظة التي اليمن فيها بأمس الحاجة لهذه الأموال، للأسف الشديد ليست هناك مسؤولية، وليس هناك للأسف الشديد حتى أدنى درجة من درجات المتابعة التي تضمن أن يبقى هذا الملف على الأقل على مستوى الاهتمام الذي يستحقه. نعم، الإشكالية الحقيقية يا أستاذ جمال يعني ليست فقط بأن هذه الأموال نهبت في فترة حكم علي صالح ويعني تم مصادرتها إلى الخارج، الكارثة يعني ربما أن هناك أيضا في ظل توضيح لجنة العقوبات في تقريرها أن هناك تهريب للأسلحة ونقلها للحوثيين من قبل صالح ونظامه. يعني برأيك ليست فقط الإشكالية أن نهب الأموال، وإنما أيضا استمرار استخدامها بشكل يسوء اليمنيين ويعود عليهم بالضرر الكبير، ما رأيك؟ بالتأكيد هذا بديهي جدا. علي عبد الله صالح لم ينتقل إلى مزرعته الخاصة ليعيش بهذه الأموال كما يريد، وإنما أصبح يستخدمها في قتل اليمنيين، وهو تحدث قال الملايين التي يتهمون بها أنا اشتريت بها أسلحة وهذه صواريخ صالح. إذا نحن أمام مجرم حرب يمكن من أموال، إذا هي جريمة مركبة، وبالتالي من يعني أصبحت بالفعل هي يعني من المفترض أن يتم التعامل مع هذا الملف بحساسية أكثر مما هو عليه الوضع. للأسف أنا أحد الناس الذين انصدموا عندما بدأت أطرح هذا الملف على طاولة البحث وأقترب من الأرقام ومن طريقة تعامل الشرعية معها، يعني صدمت لدرجة أني كنت لا أصدق بعض المعلومات وأذهب أتأكد من مصادرها فأجد أنها حقيقية، بأنه بالفعل هذا الملف مهمل إهمالا غريبا. نعم، طيب أستاذ جمال يعني هذه الأموال المودعة في بنوك إماراتية، لماذا برأيك رفضت الكشف عن تفاصيل المعاملات المالية هذه، خاصة يعني وهي تعد ثاني أهم عنصر يعني في التحالف الذي يريد إعادة الشرعية كما يقال؟ أنا شخصيا لا أستغرب هذا الموقف من الإمارات لسبب بسيط، الذي يتتبع تحركات الإماراتيين ربما منذ الأشهر الأولى من العمليات العسكرية في اليمن، سيجد أنه لدى الإمارات مزاج مختلف ربما حتى عن المزاج السعودي، وبالتالي من المنسجم مع تحركات الإماراتيين ألا يفصحوا عن هذه المعلومات وأن يماطلوا بها وأن ربما حتى يساهموا في إخفائها. نعم، لأنه الإماراتيين لديهم توجه ربما مختلف، يعني لا يخفى على المتابع اليوم أن الإماراتيين يمارسوا شكل من أشكال المراهقة السياسية في اليمن. نعم، إذا أستاذ جمال هناك أيضا يعني فكرة أن الإماراتيين أيضا رفضوا أن يعني تحقق لجنة العقوبات ب يعني مقابلة أحمد علي والتحقيق معه، يعني هذه أيضا جانب مهم، يعني لماذا يصمت المجتمع الدولي عن إجراءات قانونية هي في صميم عمله؟ هو لو كان هناك متابعة حقيقية لكان جزء من هذه المتابعة أن يتم حشد المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ضد الإمارات والضغط عليها بأن تفصح عن هذه الأموال وتفصح عن المعلومات التي بحوزتها، ولكن في ظل أن أصحاب الشأن مهملين لهذا الملف لا نستطيع أن نلوم الإمارات. بالنسبة لي الإمارات ما تفعله ما تخفي
هي ما زالت مستضيفه لعلي عبد الله صالح وما زالت مستضيفه لامواله ولاموال اليه، وبالتالي ليس من المستغرب ان تظل متحفظه على هذه المعلومات وعلى هذه الاموال ما دام ليس هناك ضغط حقيقي عليها. تستطيع الحكومه الشرعيه ان تمارس ضغطا غير مباشر على الامارات عندما اهتمت بهذا الملف وتابعت المنظمات المعنيه بحيث تمارس هي الضغط على حكومه الامارات عبر الاعراف والقوانين الدوليه والدبلوماسيه. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ جمال أن توسد المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم العودة إليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ جمال. استاذ جمال، لو تحدثنا عن هذه الورقه او هذا التقرير والمطالبه باضافه ايضا خالد نجل احمد علي، هل يمكن ان تشكل ورقه ضغط على صالح للدخول في تسويه سياسيه يعني تضمن ما تبقى من فرض حل سياسي؟ انا باعتقادي هي لا ترقى الى ان تكون بهذه الدرجه، ولكن هي رساله من المجتمع الدولي انه يعني عبد الله صالح انه رغم يعني ربما ما يمكن ان يقراه علي عبد الله صالح من انه حصل ما يشبه الرسائل او الضوء الاخضر من هنا او هناك له، هناك رساله ربما اريد ان توجه لعلي عبد الله صالح انه ما زلت في مربع المتابع وفي مربع الملاحق وفي مربع المتهم. هي لا اعتقد انها ترقى الى اكثر من ذلك، لأنه حتى عندما أضيفت أسماء وليس الطلب بإضافة أسماء لم يتم النيل من علي عبد الله صالح ولم يتم الضغط عليه إلى درجة أن يقدم تنازلات حقيقية على مستوى المواقف التفاوضية في الجلسات التفاوضية السابقة وفي المفاوضات السابقة. نعم. وبالتالي لا نستطيع أن نرفع السقف في نأمل بأن هذه الخطوة ستشكل شيئا من ما هو السقف الذي ممكن أن يرفع؟ أنا باعتقادي أنه إذا كانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا يمتلك القدرة على الضغط الحقيقي وليس مجرد أسماء وإصدار تقارير، فستظل هذه التقارير لا قيمة لها، أو على الأقل ستظل على الرف إلى أن يأتي تحرك حقيقي في استخدامها. لكن هل المجتمع الدولي لأنه عندما تأتي فرصة، يعني أنا مثلا عندما نراقب كيف يتم التعامل أثناء المفاوضات مع علي عبد الله صالح ومع جماعة الحوثي، هناك شكل من اشكال الدلال لا يتم استثمار هذه القرارات وهذه، يعني انت المفروض ان تضعف هذا الطرف المعيق للتحول السياسي في اليمن بهذه الاوراق. ما دام لا تستطيع ان تستخدم هذه الاوراق في وقت حاجتها فما القيمه لها؟ القيمه الحقيقيه على المستوى الواقعي، على مستوى على الاقل ان لم يكن تحرك مباشر على الاقل ضغط يضعف موقفهم التفاوضي وبالتالي يجعلهم يقدموا تنازلات. إذن أستاذ جمال، ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ فؤاد عامر الباحث في القانون الدولي من فرنسا. مساء الخير أستاذ فؤاد. مساء الخير، أهلا بك. أهلا بك أستاذ فؤاد. بداية يعني أود أن أسمع منك، ما الذي يترتب عليه من أثر قانوني إذا ما تم إدراج شخص ما في قائمة العقوبات؟ نعم، بداية دعونا نعيد إذا أردنا أن نأتي بذرة بسيطة سريعة الإطار القانوني للتطور الذي حصل اليوم. المعروف انه هذا الادراج الذي حصل اليوم لخالد يعني عبد الله صالح هو ياتي في سياق العقوبات التي اقرتها العقوبات الدوليه التي اقرتها لجنه عقوبه الامم المتحده استنادا الى القرارات الامم المتحده مجلس الامن السابقه، واستنادا ايضا الى ميثاق مجلس الامم المتحده الذي يصور مجلس الامن في اتخاذ قرارات وعقوبات ضد الاشخاص المعرقلين لاي انتقال سياسي والذين يسببون يعني اخلال في الاستقرار والامن الدوليين. طبعا من المعروف هناك لدينا منظومه قرارات جاءت يعني استند اليها لجنه العقوبات في 2140 التي صدرت في العام 2000 في نهايه العام 2014 بخصوص ادراج 3 اشخاص، وثم ايضا لدينا القرار 2222/16 الذي ايضا نص على ادراج اليمن طبعا في اطار الفصل السابع، وهذه العقوبات تندرج في هذا السياق من ضمن العقوبات غير العسكريه التي ذهبت باتجاه الطرف الارتلالي المعرقل. طبعا هذه العقوبات نصت على اجل تجنيد ارصده، حظر السفر، حظر توريد
اسلحه لهذا الطرف الانقلابي. وهذا التطور ياتي في 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 في, في سياق هذا في هذا السياق. لكن يمكن ان ننظر الى هذا التطور الذي حصل اليوم، هو يعني هو انتصار قانوني جزئي يمكن ان ننظر اليه هذا في هذا السياق، باعتبار انه اذا نظرنا الى المعركه مع الطرف الانقلابي كانها هي معركه تؤخذ بالنقاط، باعتبار انه ما فيش حاسم عسكري حاسم من في ظل في منذ 3 سنوات. هي حققت نوع من التقدم في هذا السياق، انه اضافت نوع من الحصار لامكانيات الميكانيات الماليه لاحد الاطراف الانقلابيه، تم ادراجه في هذا السياق. وطبعا اذا نظرنا الى مجلس النواب، مبادرات مجلس النواب قبل، هم طبعا الطرف الانقلابي مدرك تماما الى عنده حساسيه كبيره تجاه هذه العقوبات الدوليه، وهي هم كبير جدا واداه ضاغطه اذا تم استثمارها جيدا من قبل طرف الشرعيه. طبعا مجلس النواب قبل 3 أيام أو 4 أيام في مبادره مجلس النواب، لو قرانا النص يعني المبادره الثالثه، دعوه مجلس الامن الى ان يطلع بدوره بشان الغاء كافه القرارات والاجراءات التي اتخذت خلال الفتره الماضيه، وادت وتؤدي الى تمزيق الحكم الوطني وعدم الاستقرار وتمديد وتمزيق وحده الوطن وتشتيت الايرادات العامه للدوله. هنا يشير ضمنيا الى قرارات لجنه العقوبات الدوليه، الى هذه العصر التي سلطت عليه والتي نصت على تجنيد هذه القرارات. طبعا ضمنيا نستطيع ان نفهم مبادره مجلس النواب التي تتعلق بالحديده، وتم ادراك هذا الشيء هذه الفقره في هذا الخصوص، يعني في هذا السياق. نعم، إذا هل يمكن تجديد هذه العقوبات إذا لم تسفر يعني العقوبات السابقة عن أي نتيجة؟ طبعا بالنظر إذا نظرنا إلى القرار 2140 إلى المندات أو ما يسمى بالتفويض التكليفي للجنة، الفقرة الرابعة منه، طبعا تنص أحد الفقرات هنا على أنه بالامكان، يعني اكد اعضاء مجلس النواب عزمهم على متابعه تطورات الاوضاع في اليمن واستدعائها لاعاده النظر في العقوبات او تجديدها او تفصيلها او الغائها. وهنا ينبغي التركيز على هذه النقطه، بمعنى ان هذه العقوبات ليست قدرا مسلطا نهائيا على الطرف الانقلابي. يمكن يعني في اطار تسويه سياسيه معينه ممكن في اطار ان يتم ازاله هذه العقوبات، وهذا يعتمد على النشاط الدبلوماسي والقانوني للطرف الاخر اللي هو الطرف الاطراف الشرعيه. طبعا من المعروف انه في يناير او في فبراير 2017 تم تجديد هذه العقوبات، هذا يعني انه بالامكان ازاله هذه العقوبات، بالامكان التخلي عنها طبقا للظروف وتطورات الصراع. نعم. او التسويه السياسيه يعني هل يمكن ان تلغى مثل هذه العقوبات او تخضع يعني لحسابات سياسيه اذا ما تم هناك اي تسويه؟ طبعا، واذا نظرنا الان اعطيتك نص الفقره اللي هي التي من تجديد قرار مجلس العام في فبراير 2017 حين تم تجديد العقوبات لمده سنه كامله، بمعنى انه هذه يعني اللجنه هذه عملها اليوم هو ليس لا يدخل في اطار سياسي، يعني هو عمل فني قانوني روتيني. لجنه الخبراء هذه قرر يعني كما يعني في يعني من ضمن الفقرات المتعلقه بالقرار 2140 انه على اللجنه ان تقوم بتقديم تقرير مجلس العام خلال 6 يوم ثم مواصله المجلس لاحقا بما تراه اللجنه. اليوم رات اللجنه وفقا لمعلومات وفقا لمعطيات جديده ان هناك تحويلات معينه تمت باسم خالد عبد الله صالح تم تقديمها الى مجلس العام، يعني ليس هناك جديد وليس هناك تطور سياسي معين ممكن ان نربطه في هذا السياق. لكن ايضا وفقا للقرار الذي تم تجديده في فبراير 2017 بخصوص تجنيد لجنه العقوبات يمكن الغاء هذه الاسمه، طبيعه عمل الاجراءات طبقا للظروف السياسيه، وهذا يعني انه لجنه الشرعيه يمكن ان تفقد سلاح قانوني اذا لم تتخذ اجراءات في سياق تجنيد، لانه هناك فرق ما بين التجنيد والمصادره، يمكن ان العوده الى حتى اذا اردنا ذلك. وطبعا هناك اجراءات كثيره اريد ان افرق هنا طبقا لما ذكره بعض الاخوه هنا، هناك فرق ما بين التجنيد والمصادره. التجنيد العقوبات الدوليه تجنيد الارصده بياخذ الاساس تختلف عن المصادره، مصادرتها وتوريدها لحساب الحكومه. المصادره لها يعني التجنيد وهذه الاجراءات يمكن ان تقوم بها لجنه قانونيه دوليه، لكن المصادره لها مسار قانوني، وهذا المسار القانوني يمكن ان يعني اجمالا يمكن ان يتم استعاده هذه الارصده عن طريق 3 أو 4 اليات. الاولى هي عن طريق حكم وطني، يعني حكم القضائي وطني.
بمعنى الآن إذا تم الذهاب إلى المحاكم السويسرية إلى البنوك السويسرية والأوروبية أو أي مكان، عندما تذهب إلى هناك سيقولون لا، أين هي الوثيقة القانونية والقضائية التي بناء عليها هناك حكم وهناك إثبات بأن هذه الأموال هي منهوبة وهي مسروقة، هي من أموال الشعب؟ هذا أول سؤال. طبعا تم خلال هذا الجواب أن البنوك السويسرية والحكومة السويسرية تم إجابة بهذا النص إلى الحكومة المصرية خلال بعد تنحي مبارك، إنه لا يوجد حكم قضائي، لازم يكون هناك حكم قضائي تستند إليه الحكومة اليمنية لكي تذهب إلى الحكومة السويسرية. طبعا من ناحية الواقعية أن الحكومة السويسرية الحكومة اليمنية الآن إذا كانت الآن مؤسساتها لا توجد حتى مؤسسات، يعني مؤسساتها السيادية غير موجودة، الحكومة موجودة في الرياض، البنك المركزي الآن في إطار الانتقال إلى داخل إلى عمان، لا يوجد أرض مستقرة تستطيع أن تمارس من خلالها المؤسسات القضائية والسيادية للدولة، وبالتالي المسار القانوني هذا الآن مستبعد في الوقت الحالي. وإذا كانت الحكومة تريد أن تحقق ضربة في هذا الاتجاه وتستعيد جزءا من الأموال، فعليها أن تبحث عن أن تعزز وجودها على الأرض، أن تستعيد تواجد، أن تستعيد النشاط المؤسسات القانونية والقضائية في داخل اليمن، تستعيد نشاط المؤسسات السيادية مثل البنك المركزي، يكون هناك دولة حقيقية، يكون هناك عملية قضائية نزيهة ومحترمة، لأنه في الأخير المجتمع الدولي عندما يتم مطالبة باستعادة الأموال سيكون هناك استفسارات كثيرة حول هذا المضمون، إذا كانت كيدية، إذا كانت تمت وفق أصول وإجراءات قانونية حقيقية، إذا المسار سيكون هناك مسار قضائي سيكون طويل نوعا ما، لكن سيكون له جدوى. نعم، إذا شكرا. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ فؤاد عامر الباحث في القانون الدولي، كنت معنا عبر الهاتف من فرنسا. أعود إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال، يعني ربما يعني يبدو الفضاء السياسي العام مصابا ب يعني برود أو جمود كما يقال فيما يتعلق بالأزمة اليمنية، ما الذي يمكن أن تحركه هذه التوصيات في هذا الركود برأيك؟ وأنا قلت أنه الدلالة الحقيقية التي يمكن أن تنعكس إيجابا على الملف اليمني أنها رسالة لعلي عبد الله صالح ولكل من ما زال ربما يأمل بعودته أو عودة ابنه إلى المشهد السياسي بشكل فاعل، أنه ما زال أمام المجتمع الدولي في مربع الملاحق وفي مربع المتهم وفي مربع المجرم، وبالتالي هذه الرسالة ربما الوحيدة التي يمكن الاستفادة منها في ظل معركتنا مع هذا التحالف، تحالف علي عبد الله صالح والحوثيين، ومع هذه الحالة الانقلابية الموجودة في البلد. أكثر من ذلك لا نستطيع أن 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 نرفع يعني السقف في التفاؤل بأثر هذه الخطوة، وباعتقادي أنه في ظل هذا الجمود بالفعل كنا بحاجة ماسة إلى خطوة كهذه. لكن في يعني إذا أردنا أن يتم تحريك هذا الملف تحريكا حقيقيا، فلا بد أن يكون هناك متابعة منهجية، متابعة يعني يتم تكليف لجنة يعني مهنية من قبل الشرعية بأن يكون مهمتها متابعة هذا الملف حتى النهاية، واستثمار كل قرار من هذه القرارات لأن يصبح له قيمة على أرض الواقع. نعم، إذن يعني هناك من يقول أن صالح لن يتجرأ بالاستمرار بالتصعيد لو أدرك أن هناك عقوبات حقيقية قد ينالها وضغوطات دولية فعلا. بالفعل علي عبد الله صالح يعني هو للأسف الشديد أنه يقرأ كل مماطلة من قبل المجتمع الدولي أو من قبل الإقليم، يقرأها وكأنها ضوء أخضر، لأنه يرى نفسه وهو كذلك حاكما لمدة 33 سنة، وبالتالي أي تعامل فيه شكل من أشكال الدلال ضده يقرأه على أنه ضوء أخضر لكي يستعيد دور سياسي معين، وبالتالي هذا التعامل البطيء وعدم وجود عقوبات حقيقية وضغط حقيقي على علي عبد الله صالح للأسف الشديد له أثر سلبي كذلك على المشهد، لأن علي عبد الله صالح يستخدم هذا التعامل في مزيد من الحشد وفي مزيد من ترتيب أوراقه وبالتالي إطالة أمد الأزمة في اليمن. نعم، إذا برأيك يعني قلت أن ربما أن هناك مماطلة من قبل المجتمع الدولي، ما سبب تراخي المجتمع الدولي في تنفيذ العقوبات فعليا؟ أولا هناك نمط تعامل من قبل هذه المنظمات، إذا ما تركت يعني بدون أي
ضغط ايضا من قبل مثلا الحكومه الشرعيه وتفعيل يعني هذه المنظمات، في النهايه تحتاج الى ما يشبه الضغط وما يشبه المتابعه وما يشبه تسريع تحركاتها وايضا استثمار تحركاتها لكي يصبح لها اثر. لكن للاسف الشديد هناك عده عوامل، عوامل لها علاقه بالحكومه الشرعيه وعوامل لها علاقه بنمط تحرك المجتمع الدولي. عندما يجد المجتمع الدولي على سبيل المثال تأخر الحرب وعدم حسم ووجود أيضا خلافات حقيقية اليوم بين أعضاء التحالف، الأزمة الخليجية، كل هذه عوامل كثيرة جدا تجعل المتحدث عن أو المطالب بموقف جاد ضد علي عبد الله الصالحي وكأنه يقول أو ينظر إلى البديل القادم وإلى الجهة الأخرى من المعادلة، فلا يراها مغرية بأن يعني يرفع السقف او بان يمارس ضغط حقيقي ضد علي عبد الله صالح للاسف الشديد. نعم، اذا يعني استاذ جمال، يعني يقول ستيفن سيشلس السفير الامريكي السابق في اليمن، اسمح لي ان اقرا لك المقطع البسيط للساده المشاهدين: لم تبدي الاجتماعات التي عقدناها في الرياض الاسبوع الماضي مع كبار المسؤولين اليمنيين والسعوديين سوى القليل من الامل مع قرب نهاية الحرب، وطلب بإعادة النشاط إلى عملية الوساطة برعاية الأمم المتحدة. برأيك أستاذ جمال، هل يعني نتوقع أو نظن أن هذه المساعي تتكامل من أجل ضغوط دبلوماسية لعودة المسار التفاوضي؟ هو أي عودة للمسار التفاوضي في ظل الواقع الحالي لن يكون لصالح الشرعية إطلاقا. نعم، لماذا؟ للأسف الشديد لأن الموقف على الأرض، موقف التحالف نفسه ضعيف، وبالتالي هذا ينعكس يعني ما زال اليوم الحوثي وعلي عبد الله صالح يجدوا انفسهم في موطن القوه في ظل الفرقه الموجوده لدى التحالف وفي ظل الواقع على الارض، وبالتالي لن يكون الموقف التفاوضي للشرعيه قويا، بالعكس هي اضعف مما كانت قبل ذلك من ناحيه وحده التوجه في اليمن. يعني على سبيل المثال وحتى ايضا نكون أكثر وضوحا، المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي كان أمام يعني عندما ينظر إليها وهي بهذا التعامل الغير مسؤول حاليا مع الملف اليمني والسماح للإمارات مثلا أن تعبث إلى هذه الدرجة في اليمن، كان أمام المملكة العربية السعودية فرصة حقيقية، وأنا قلت هذا ربما في الليلة الأولى من عاصفة الحرب على قناة الجزيرة، لأنه أمام المملكة العربية السعودية تحديدا وأمام الخليج فرصة لإعادة تعريف نفسها للعالم، وأن إذا تعاملت مع ملف اليمن، وقلت بهذا اللفظ إذا تعاملت مع ملف اليمن تعاملا ذكيا وتعاملا مسؤولا. ما حدث مؤخرا في أزمة الخليج ينعكس انعكاس سلبي على اليمن، وما تفعل الإمارات في ظل سكوت السعودية هذا يدل دلالة واضحة على أنه لم تستغل المملكة العربية السعودية الملف اليمني ولم تتعامل معه تعاملا يعيد الاعتبار لها بحيث تتعامل معه تعامل مسؤول يؤدي إلى حل حقيقي. ما تفعل الإمارات في اليمن وسكوت السعودية عن هذا الفعل يجعل المجتمع الدولي ينظر نظرة غير موثوقة ولا يستطيع أن يثق بالتحركات السعودية، وبالتالي هذا ينعكس على العودة للحديث عن المفاوضات وإن كان موقف الشرعية ضعيفا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ جمال المليكي الباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب من الدوحة. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله وأمنه.